يوم جديد ان شاء الله. مستر هارون مع الفوز محمود الزيد محمد برد شيكو يا جميل صباحو هادي توفيق ان شاء الله. يا ابو تحيه ما خلي بالك يا احمد شد يا احمد شد شد بس يلا كفو كفو ما شاء الله ما شاء الله. شو شو طلع حتى يا ابو محمد سمكة اما تطلع بس صور 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا صور صور ما شاء الله ما شاء الله ابو حمد كل شيء جشة ابو حمد جشة صارت معك جشة خفاك ساموراي اي شيء ما شاء الله حي في البحر تجيبه ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله بس الجشة ما شاء الله تبارك الرحمن هاتي 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 بابا ايدي كده من هنا في حاجه جايه ورا في حاجه جايه ورا ما شاء الله ايه اللي انت عامله ده حبيب سلام عليك وعينيك احلى صحبه واحلى عشان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 9/12 تمام وهذا صيدنا اليوم تمام. ان شاء
حصان ما شاء الله، يعني يعتبر 2 4 6 8 8 حبات حمراء، وكان عد ما شاء الله حصان. وده يا ايوب شويه جلود يا رهير، وشاعر حجم جنبه جنب جنبه يعني. وطبعا ده العب هذا الصيد، هذا الصيد ما شاء الله. من صيد الوحوش ابو حمد يعطيك العافيه، دكتور هارون حيا الله، الله يحييك. ابو زيد الله يحفظك، احمد حبيبي شريف الله يحفظك، واخوكم المنياوي. اشوفكم على خير.